وتحياتنا لكم من جديد مشاهدينا. صاروا جاهزين الان ويانا في الاستوديو الفنانه شابه بلقيس وايضا المخرج محمد الطوش واللي اكيد الان راح تتعرفون عليه جميعا. يسعد صباحكم. يا صباح الورد. يسعد صباحكم. بالمايك. صباح الورد عليكم. اهلا وسهلا. صباح الورد عليكم وعسل مثلكم. شكرا جزيلا لك. اشمل مذيعات بجلس معهم ولاول مقابله يعني. حبيبتي اكيد. اهلا وسهلا فيكي واهلا وسهلا فيك كمان محمد. يعني نورتنا اليوم توني كمان مره. سعد. لا هو طالع صوت بس انتم ما رح تسمعوا. ايوه. نورتونا اليوم كمان مره واهلا وسهلا. طبعا محمد يعني غني عن التعريف يا جماعه. انتم متذكرين اكيد المقالب ولا نعيد لكم لقطه من المقلب هيك؟ متذكرين طوني. ما وراء الكواليس. اكيد تحياتنا لكم. طبعا اليوم احنا يمكن اليوم مستضيفينكم اليوم من ناحيه غناء واخراج. يعني عندنا اليوم يمكن تعودنا احنا عم نلتقي بالمواهب الشابه وعاده ما عم يكون عندنا فنان او تنين واكيد مع الفرقه الموسيقيه كلنا بنحييها اللي دائما عم تكون معنا ومنورينا. واكيد اليوم اذا بدنا نبلش بدايه يعني بدي ابلش معك توني ولا محمد ولا محمد؟ محمد. اليوم اذا بدنا نيجي نحكي عن الاخراج بشكل عام يعني انا بدي اعرف كيف بلش معك موضوع اخراج الاغاني تحديدا. يعني امتى بلشت فيه وكيف فكرت او حسيت انك انت بدك تتوجه لهذا التوجه؟ بالبدايه بلش مع الموضوع بتجربه زي ما حكيت لكم سابقا. اخرجت انا فيلم قصير فمن هون صار في عند منتج فراس ايوب انه ثقه في اكثر بالموضوع وسلمني هاي الثقه صراحه انه انا اخرج اغاني مع فيوجن ويفز. وبلشت الحمد لله وكانت تجربه يعني ناجحه الحمد لله. وهيني شغال على الموضوع اكثر وهيني عم بخوض وعم بحس انه ان شاء الله يعني في 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 اشياء رح تكون احلى. وبلش الموضوع بالضبط تحديدا انه انا حدا بصراحه الاخراج كثير بحب الاخراج وبحب دائما اخرج وعندي رؤيه وعندي مخيله. حلو. يعني حتى ما قبل قبل ما ابلش يعني عندي دائما بتبع لادق التفاصيل. يعني حدا كثير بنتقد صراحه فحسيت انه الاخراج كثير بالبقلي وكثير انا حاب اكون اخذ هاي التجربه. فبلشت وبلشنا والحمد لله. حلو. طب بنروح وياك بلقيس ونشوف البدايه. يعني شو وقت حسيتي انه انت تملكين هذه الموهبه من اول الاشخاص اللي شجعوك عليها ايضا؟ صراحة أنا من أنا وصغيرة أول ما دخلت المدرسة كنت تقريبا صف أول. بتعرفوا الصغار بأيام المدرسة بيضحكوا على حالهم كثير. لدرجة أنه كنت أغني أغنية كثير بسيطة وإيقاعها سريع. اسمها بابا جاب لي هدية. حلو. أنا للوهلة كنت أقول لك غني لنا إياها بس لا خلص لا خلص بطلنا. صراحة يعني هي يعني لعمري حاليا كثير راح تضحكوا عليها فما راح ما راح أغنيها. فكنت أمام يعني كان في عنا فعالية وكنت أمام المعلمات. حلو. فمعلمتي بالصف الأول هي مربية صف تحكي لي انت صوتك حلو. لما شفت الفرحه على وجوههم كلهم حسيت انه انا غمضت عيني للحظه وصرت احس انه فعلا بلقيس في يوم ما ستصبح نجمه ان شاء الله. حلو. اكيد يعني كان حلم حياتي. لما كنت انزعج افتح الشباك واغني لانه عندنا في البيت ولا واحد صوته حلو. يعني يعني كنت انا شخصيه استثنائيه شوي لدرجه انه خلص بدي اغني. لحظه شو السر انك تفتح الشباك وتغني؟ شو كنت السبب انه لما ازعل اغني لمين؟ للناس المارقين بالشارع؟ اغني اغني للناس على الله انه حدا يسمعني وياخذني. حلو. يعني الخيال كان واسع بلقيس وياش من البدايه. ويعرف انه في هالبيت صوت صوت. فكنت اتمنى يعني هاي الشغله. ومن اللي يعرف بهذا البيت صوت؟ شلون ظهرت بلقيس؟ صراحه ما حدا عرف. انا ساعت لنفسي كنت اغني على الانستغرام ففي شخص بلشوا فعاليات الاغنيه الاردنيه مهرجان الاغنيه الاردنيه وكنت حابه اني اقدم فيه. ولهالدرجه مزعوجه انه يا الله نفسي اطلع على المسرح واغني. ففي شخص انا بحب اوجه له تحيه كثير كبيره وهو كان الداعم الاول لي اللي وصلني لوزاره الثقافه الاردنيه وخلاني اغني مع فرق الاوركسترا الكبيره. حلو. في الاردن هو الاستاذ محمود بصبوص.
أنا بتمنى إذا بيشاهدني شكراً شكراً كثير من قلبي على دعمك إلي ووصولي إلى وزارة الثقافة الأردنية ودعمي. طبعاً الفرقة اللي أنا فيها هي كانت بقيادة الأستاذ فتحي الضمور، كان كمان برضو دعم كثير إلي كبير لدرجة أنه حب صوتي وألهمني بأنه في عندي إشي، في عندي إحساس، في عندي رسالة عليه. لازم أوصلها لكل شخص، لكل إنسان في العالم. أكيد. وإن شاء الله يا رب بنتوفق. طبعاً أكيد تحياتنا لكل شخص داعم لكل مواهب الصغيرة والكبيرة. وأنا متأكدة بلقيس إنه أنت يعني رغم وقت ما كنتي لسه مش مكتشفة كان في نجمة صغيرة داخلك وهي هلأ كبرت، يعني هي كان موجودة بكل مراحل حياتك، كانت أكيد ماشي معك. قبل ما نسمع منك شيء بس بدي أنتقل لمخرجنا محمد بس يعرفنا اليوم مين هم فيوجن ويفز، لو تحكي لنا عنهم هيك نبدا صغيره. اكيد فيوجن ويفز هي شركه انتاج للمنتجين فراس ايوب وخطاب اليامور مع كادر اردني وعراقي من منتجين من ملحنين من موزعين شعراء مخرجين مصورين. عم نعمل حاليًا بالوقت الحالي على إنتاج أعمال فنية لمجموعة من الشباب. هلأ مجموعة شباب إحنا سميناهم فيوجن ويفز ستار، من ضمنهم بلقيس، وفي جزء منهم تعرفتوا عليهم وفي جزء لسه ما تعرفتوا عليهم. فيوجن ويفز ستار هلأ حالياً هم شباب وبنات يعني أصوات حلوة، وعم نشتغل نعملهم إنتاجات خاصة من فيديو كليب، من أغاني خاصة، من أغاني كفر. هلأ هاي الأغاني راح تكون على منصتين، منصة فيوجن ويفز ومنصة أغنيتي. منصة أغنيتي هي خاصة للأعمال العراقية، والفيوجن ويفز لكافة الأعمال يعني ألوان حلو. أردنية لبنانية مصرية حلو. وبالإضافة إنه فيوجن ويفز هي مش بس إنه بتنتج أغاني أو موسيقى، هي كمان مختصة بالأعمال الدوبلاج. وكمان في شغلة رح أحكي لكم إياها هلا جديد إن شاء الله، فيوجن ويفز رح يختص بهذا الإشي، حينتج اللي هو الساوند افكت، يمكن ما بعرف اذا هو التأثيرات الصوتية حيتسجل لايف ضمن بالاستوديو، يعني اي مسلسل اي فيلم الساوند افكت كله حيتصير تنسجل ان شاء الله بفيوجن ويفز. طيب بلقيس اذا نرجع اليك ونسمع من شيء بما انه احنا الان ما سمعنا. حابة اسمعكم بداية شيء مصري، يلا هيك ندخل للإحساس شوي عشان نحمي لبعدين يلا. وباقي الأعمال حبيت بيني وبين نفسي وما قلت لوش علي في نفسي، ما عرفش ايه بيحصل لي لما بشوف عيني، ما بقتش عارفة اقول له ايه، ما عرفش ليه خبيت عليه، بضعف قوي وانا جنبه وبسلم عليه، كل حب الدنيا دي في قلبي ليه، ده انت اغلى الناس علي روحي فيه، كل حب الدنيا دي في قلبي ليه، ده انت اغلى الناس عليا، ده انت لو قدام عيني اشتاق اليه، عاد بالي ولا انت داري باللي جرالي، والليالي سنين طويلة
اكبر علي بان على بالي ولا انت داري باللي جرالي والليالي سنين طويله سبتها لي يمشي غالي بكل كلمه قلتها الله عليك أبدعتي وأبدعتي وأبدعتي فعلا عاش الصوت الله. طيب اليوم بدنا نيجي نحكي يعني سؤال موجه لكم التنين بداية يعني نعرف كيف كان التعاون بينكم لو تحكي لنا بداية عن التعاون كيف تم بينك أنت وبلقيس. هلا التعاون مش بينه وبين بلقيس هو تعاون بيكون بلقيس مع فراس المنتج فراس وخطاب اليامور. هلا أنا دوري كإخراج وأختار أساعدهم باختيار الأغاني أو الكلمات يعني أشوف المواضيع إذا مناسبة مع بعض. بالنسبة للأشياء الموسيقية طبعاً إبراهيم تحياتنا إله وفراس هم مسؤولين عن هذا الموضوع. فبداية الأغنية اللي اشتغلنا عليها إحنا طبعاً نعمل هلأ كفر ماشاب عم نعملها بطريقة جديدة إنه ندمج أغنيتين ببعض تبين أغنية واحدة نفس الموضوع. حلو. فهلأ كان ليديا وبلقيس طبعاً تحياتنا لليديا أنه كان مفروض تكون موجودة معنا اخترنا هلأ كونهم بنتين فلازم نحط لهم موضوع يتناسب انه الاثنين يغنوا فيه. فكان الموضوع ان اجت الفكره انه انا اخترت اغنيه لامال ماهر ايه بينك وبينها وبالصدفه لنا الستنتين بيحكوا عن موضوع الخيانه. اوكي تنتين بيحكوا عن موضوع الخيانه فهي الفكره انه تنتين بيحبوا نفس الشخص وهم التنتين صاحبات فبيكتشفوا انه هم بيحبوا نفس الشخص وهو هذا الشخص خاين. فهاي كانت الفكره انه احنا بالنسبه للشرع محل الاربعه. فهي كانت فكره الاغنيه وهذا الشيء الجديد اللي احنا عم نعمله انه احنا يعني ندمج اغاني بكل اغنيه مختلفه عن الثانيه بس ندمج مع بعض تبين موضوع واحد ويكون فكره جديده. فهاي هي الفكره اللي احنا عملناها وكانت طبعا كثير مناسبه لبلقيس ولليديا. حبيتي يا بلقيس الفكره طبعا عن الاغنيه يعني انا راح احكي شغله. هاي الاغنيه انا مو بس حبيتها أنا تأثرت فيها لدرجة إنه صارت معي واقع كمان بس حقيقية طبعاً يعني هي القصة كانت مع صديقة وأقرب ناس إلي وليس مع حبيب بس عشان يعني التفاصيل عشان نكون واضحين بلاش نروح بيها فلما الإنسان يشعر بالخيانة من أقرب الناس إله بحس نفسه هون بصدمة كثير كبيرة طبعاً يعني بتوجع بتأثر حسيت نفسي انه انا بغني فيها كانت أشتيها. ملامحي عفوية شلون وانا ماشية طبعا فكرة واخراج الامور محمد المبدع دائما محمد بافكاره صراحة ملامحي نظراتي وانا فعلا كنت متألمة لدرجة انه فعلا غنيتها من قلبي طب نقدر نسمع منها جزء اوكي من دون موسيقى عاد مشكلة ما موسيقى تمام يلا تبعد ما تبعد وجرح قلبي وعيني خني ما وحدة غيرها مش أقرب وحدة ليا عايز تبعد ما تبعد وجرح قلبي وعيني خني ما وحدة غيرها مش أقرب وحدة ليا الله سلام. الله 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 الأغنية هاي كلش أحبها أنا بصراحة أغنية رائعة جدا صحيح. طب اليوم إحنا يعني خليني أسأل محمد على هذا الموضوع أنت شو رأيك بموضوع الخيانة وإمتى بتحس إنه الإنسان مش بيخون بس الناس اللي حواليه الإنسان الخاين بحسه كمان بيخون نفسه فإمتى بتحس إنه الواحد بيخون حاله متى الواحد بيخون نفسه هلا بالنسبة لي أنا متى بخون نفسي لما أحمل نفسي فوق طاقتي اوكي حلو لما اكون شخص ظالم او اني ما احكي او اني ما اتجرأ او احكي لا للظلم لما اهين نفسي لما ما اقدر نفسي لما اجلد ذاتي
حلو. فالخيانة بالنسبة لي هو دائما أو الشخص الخاين هو شخص أناني ما بيعمل اعتبار. فأنا بالنسبة لي الشخص الخاين أنا هاي الغلطة بالنسبة لي لا تختفر، لأنه الشخص الخاين هو شخص أناني ما بفكر غير بمصلحته. صحيح. ما بيعمل أي اعتبار لا للثقة لا للأمانة لا للوعد. صح. فصعب أنك توثق بشخص بيخون هاي الأشياء اللي هي مهمة. فالشخص الأناني صعب أنك تقدر أنك تتواصل معه وتكمل معه. صراحة. فلأنه ما بفكر غير بحاله. فهي الخيانة مش بس بين علاقة حب، يعني حد واحد ممكن يخون نفسه زي ما حكينا، يخون أهله، أستاذ ممكن يخون طلابه وما يعطيهم الدروس صحيح. بشكل صحيح. الخيانة ما بتقتصر يعني على الشاب والعلاقات العاطفية طبعا، لكن يمكن احنا انا شايف وجه بلقيس متأثر. بس قبل ما ارجع لبلقيس لهذا الموضوع بدنا نروح نشوف فيديو قصير مدته 10 ثواني تحديدا بنرجع لكم. يلا ما تبتسمي مع حالك زي هبلة، خلص ركزي انا بحكي ما تطلع علي. ما تبتسمي مع حالك زي هبلة، خلص ركزي انا بحكي ما تطلع علي. يعني مين حط الفيديو؟ صراحة بحب احكي شغلة. اول شيء انا بشكركم على استضافتي ببرنامجكم، بس صراحة هذا الفيديو بدون علمي مس كرامتي، فأنا يعني بعتذر منكم، ما راح أقدر أكمل مقابلتي معكم. شكرا. لا بلقيس لو سمحتي. أوكي نطلع فاصل وائل بليز. طيب فاصل. فاصل وائل. فاصل نواصل شو نسوي؟ ما أعرف، يمكن أكيد أكو سوء بالتنظيم أو ما إلى ذلك. خلينا نطلع فاصل ونرجع من جديد. يعني تعرفوا يا جماعة مرات بتصير هاي المواقف وتحديدا على الهواء بتصير بطريقة يمكن الواحد ما بيكون حاسس فيها ولا عارف فيها ولا إنه كمان عارف إنه شو ممكن يصير، شو الرياكشن أو ردة الفعل راح تصير من بعدها. ولكن أنا بعد الهواء مش هلأ راح أكسر رؤوسهم التنين، لأنه هذا كان مقلب. بس مبدئيا أنا بورجيكم أنا قلت ما رح ترجع تمقلبنا مرة ثانية وما توقعتها منك أبدا أبدا. يعني المرة هاي حكيت أنتوا خلاص كشفتوني، فالمرة هاي خلينا بلقيس هي اللي تعمل مقلب. استخدمت بلقيس أداء الموضوع بلقيس. يعني بلقيس وهم على فكرة ما بيعرف، وانا فاجأت الكل. طلع الكل يعني المقلب مش بس عليكم، على الكل. طب انا بدي اياها تعتزل الغناء وتروح للتمثيل. في شغله بدي اوضح شغله بالنسبه للفيديو. في كمان شغله غير انه مقلب، صراحه انا في شغله عم بعاني منها دائما، انا بنفهم غلط نبره صوتي. يمكن اللي بسمع الفيديو بسمع انه انا شو كنت عم بحكي، عم بعطيها ملاحظة بحكي لها ما تطلع فيه وأنا بحكي. اللي بسمع بحكي بفكر أنا بحكي لها لما أحكي معك نزلي عينك. هيك يمكن بفكر. صح هي تصير مرات. أنا صراحة كنت مصدومة منه يعني. أوضح شغلة. بس كثير أقول لك إشي، كان شكلك كثير حلو بالفيديو. أنا حد لحاله بشفع. على فكرة بس أوضح شغلة، هي القصد منها لما حكيت لها ما تطلع فيه إنه إحنا عم بنعيد الشوت مثلا، بعطيها ملاحظة فهي بتطلع على الكاميرا. بحكي لها ما تطلع عليه عشان ما نعيد الشوت. نعم يمكن إحنا محمد أيضا وقتنا شوية اليوم ما كان ضيق. شكركم وبنشكر مشاهدينا الكرام. راح تبقينا راح نختم وياكم بأغنية. شكرا جزيلا للفرقة الكريمة اللي دائما مرافقين بإبداعاتهم. شكرا جزيلا. هلا مع بعض احنا راح نعمل فيهم شغلة صح بعد الهواء. بس قبل ما ننهي خلص تمام. قبل ما ننهي بس بدي اوجه تحية لكل شباب فيوجن ويفز، نجوم فيوجن ويفز مش موجودين عم بيحضرونا، ولعلي لابراهيم وانا اسف لسامر ايضا ولفراس ولخطاب اليامور لكل موجودين، ولليديا يفترض انها تكون موجوده معنا بس هي اليوم ما قدرت تكون موجوده معنا. فتحياتنا لها وشكرا لكم. انا كمان برضه بوجه كبيره تحيه كبيره مش شوي لفراس ايوب وطاقم العمل بجنن، الاستاذ ابراهيم وعلي المرتب يلي عازف بروفيشنال صراحه والايقاع الرائع جدا. نعم جدا احنا راح نوصل لهم التحيات بالاغنيه صراحه يعني، وان شاء الله نسمعكم شيء عراقي. والله ما يسوى أعيش الدنيا دونك، لا ولا يسوى
الحياة بهالوجوه دامك انت اللي رحلت وكيف بصبر على البعاد وكيف نثر هالورود على البعاد وكيف ننثر هالورود اما جيت على بالك ولا وحاد